السلام عليكم. نكمل الجزء الثاني من المحاضرة 7. وصلنا للمثال التالي. هذا قلنا من نضيف الماء أو نضيف البرايد كمادة صلبة راح تزيد الدنسيتي، فلازم يعني نكون بالصورة نضيف كمية يعني نزيد المواد الصلبة. إذا نزيد الدنسيتي معناها مثل ما شفنا بالفيجر راح تزيد شنو الفيسكوسيتي، فحتى نخلي الفيسكوسيتي ضمن الرينج نضيف شنو مي مع إضافة البرايد، والنسبة قلنا هي إضافة الواحد جالون من الماء إلى 100 كل 100 باوند أو كيس من البرايد. فالآن نريد نشوف إيش قد التغير بالحجم الحجم الماد من نضيف هذني الماء والبرايد. Example: It is desired to increase the density of 800 barrel. حتى نريد نزيد الدنسيتي مع الحجم معين من الدريلينج فلويد 800 بارل هو أو 12 باوند ماس بير جالون. الدنسيتي مالته 12 اريد نزيدها الى ال 14 باوند ماس بير جالون. طبعا ال 1 جالون اوف ووتر مثل ما قلنا 1 جالون اوف ووتر نيد تو اد 200 باوند ساك اوف برايد تو بريفنت اكسس thickening of the mud. يعني هاي النسبة حتى نتجنب الزيادة بالviscosity plastic viscosity thickening، يعني زيادة المد يصير أكثر ثخونية أو ثخين معناه الviscosity مالته زادت. وهاي النسبة هي ثابتة، يعني النسبة هي 1 جالون لكل 100 باوند ماس. يعني ال VW sub B ال V sub W B تساوي 0.01 جالون بير ساق أو جالون بير باوند. A final mud volume، الفاينل mud volume الريده هو 800 ما يتغير الحجم نفسه، بالرغم انه نزيد الدنسيتي لل 14 يعني نضيف برايت ونضيف mud الريد الحجم هو يبقى 800. يعني هنا limited final volume. Compute the volume of the old mud should be discarded and the mass of the AP barite to be used. إذن معناه إحنا إذا طالما الحجم النهائي باقي وضفنا مي وضفنا برايت، إذن لازم جزء من الحجم الأصلي للدريلينج فلويد نطلعه، واضح؟ نسوي له discarded وندزه للreserve bits. وش قد يريد البرايت المستخدم؟ الحال هنا في هذه الحالة the water requirement for برايت مثل ما قلنا ال VWB تساوي لنا 1 جالون على 100 باوند ماس، هي النسبة 0.01 جالون بير باوند منت، هاي ثابتة. يعني the initial volume of 12 باوند ماس per gallon mud needed can be computed using equation 13 for a final volume of 800 barrel V1 is given by. فعندنا شي يساوي لنا هنا ال V2 هاي ال V2 يساوي لنا او حتى هو V1 ماكو اشكال V1 لان هو V1 و V2 مساوية، فيصير V1 800. القانون مالتنا بالمعادلة رقم مش قد قلنا المعادلة رقمها رقم 19 معادلة، هاي المعادلة الكبيرة قلنا هاي اشتقاقها مطلوب انتو تشتقوا 35 واحد قانون الرو ووتر 8.33 في ال VWB 0.01 على 1 زائدا الرو برايت 35 في هاي النسبة الفوليوم ووتر برايد ناقص الروتو 14، ونفس هذا الفاكتور هذا نفسه يجي هنا ما عندنا اي تغيير به، فقط ناقص الروان اللي هو 12، فيطلع لنا ال V1 يساوي لنا 700.53 برل. اذا تخطأ بالارقام ذني او هذا المفروض انت عندك 800 ال V1
او ال V2 800، ما علينا بالاصل 800 هو ال V1 يساوينا limited، فال V النهائي 800. اذا معناه ال V1 لازم يطلع اقل من ال 800. هسه طلع 700.53، اذا معناه اوكي الحل مالتك صحيح. اذا ثاز نطرح 800 ناقص هذا ال V1 اللي هو يمثل لنا الحجم المطلوب لل V1، من ضفنا البرايت والمي صار 800، فاذا يطلع 99.47 barrel of mud should be discarded before adding any API parite or water. واضح؟ اذا معناه انه كانما ال V1 مالتنا 705.53، واضح؟ وجينا ضفنا المد، ضفنا البرايت والمد، ضفناه شقد بمقدار 99.47 حتى يروح يوصل الفوليوم النهائي هو 800. اذا معناه بمعنى انه احنا لازم نطرح هذا البرل، عدد البراميل من المد الاصلي اللي هو 800، حتى نقدر نضيف الاضافات الجديدة اللي هي البرايت والماء حتى نزيد الدنسيتي من ال 12 الى ال 14. فطلع لنا الحجم الديسكاردد راح نرفعه من المد هو 99.47 بارل. نجي نحسب الماس مال الاي بي اي البرايت، ايش قد الكتلة المطلوبة او الوزن مال البرايت المطلوب حتى نحقق الدنسيتي الجديدة اللي هي 14 عن السابقة اللي هي 12. فالان بي شي يساوي لنا بالمعادلة 20، 35 الروه مال البرايت، 1 زائدا 35 في البوينت او 1 هاي البي دبليو بي، الديسكاردد ويت ممكن هذا تجيبه رأسا تخليه، او 800 ناقص هذا 99.47 في 42 حتى نحول من البرل الى الجالن والى الباوند ماس، يطلع 108.312 باوند ماس. هاي كمية البرايت اللي نضيفها، لازم شنو 108,312. اذا نفترض كأكياس لازم نقسم على 100، فش تصير؟ تصير 1083 تقريبا كيس مطلوب حتى نحقق زيادة الدنسيتي لهذا الدريلينج فلويد من ال 12 الى ال 14 باوند ماس نزيدها. هاي طلعنا الوزن مال البرايت المطلوب كباوند ماس، او اذا عدد اكياس يقول لك عدد الاكياس، هو دائما يحددون عدد الاكياس، تقسم على 100 لان الكيس الواحد هو ب 100 باوند ماس من البرايت. نجي لنا الفوليوم اوف ووتر تو بي ادد وذ ذا برايت، ايش قد كميه او حجم الماء المضاف حسب النسبة مالتنا 0.01 في الام بي، وتساوي لنا 1083 جالن. الام بي هاي شقد عندنا 108.312 من تضرب 0.01 يعني يطلع تقريبا 1083 اللي هو تقريبا عدد الاكياس واللي يمثل لنا عدد الجالنز المطلوبة من الماء. اذا نقسمها على 42، دائما احنا نستخدم البرل بالمات يساوي 25.8 تقريبا برل كمية الماء المطلوبة، واضح؟ هذا سؤال يبين لك انه شلون تتحكم حجم الدريلينج فلويد عندما تريد تغير الدنسيتي مالته زيدها بإضافة البرايت والماء. ال considerable saving can be achieved، يعني هنا ممكن احنا نوفر عملية توفير المد تريتمنت في هذه المعاملة لسائل الحفر، طبعا بالتكلفة الكوست for awaited mud system لهذا السائل الحفر اللي احنا نريد نثقله او نزيد الدنسيتي مالته. شلون يعني خلينا نقول تقليل او توفير بالنفقات؟ هنا رقم واحد
the total mud volume is held as low as possible. أولا حجم ال حجم ال drilling fluid أو سائل الحفر نخليه as possible as low يعني أقل ما يمكن قدر الإمكان. اثنين the initial conversion from unweighted system to weighted system يعني بالتحويل من الدريلينج فلويد غير مثقل بدنسيتي معينة إلى دريلينج فلويد مثقل نضيف له البرايت نزيد الدنسيتي مالته is done with low specific gravity solids at the minimum possible concentration. بمعنى أنه نستخدم المواد الصلبة لكثافتها قليلة low specific gravity وبتركيز أقل ما يمكن تركيز مالته أقل ما يمكن. فإذا إحنا هذه الفكرتين إذا نفذناها راح شنو نقلل نفقات الدريلينج فلويد. طبعا الدريلينج فلويد يعتبر غالي واضح هاي الأدتيفز والمواد وهذه فقدر الإمكان إحنا نقلل من التكلفة مالته بهذه الكونديشن الثنين الاول والثاني انه نقلل الحجم قدر الامكان وايضا نستخدم مواد مثقله نستخدم المواد اللي هي سبيسيفيك جرافيتي مالتها قليله وبتركيز قليل. فاذا طبقنا هنا فور ايديال ميكسينج بالخلط النموذجي او المثالي ذا توتال نيو فوليوم از جيفن باي يعني هنا راح شي يصير عندنا يصير عندنا ثلاث مكونات بالدريلينج فلويد اللي هو ال V2 النهائي فوليوم النهائي يساوي لنا V1 اللي هو الفوليوم الاول خلينا نقول والحجم الووتر V ووتر زائدا حجم البنتونايت المضاف. هنا الحجم مال البنتونايت مسوي كتلة على كثافة. بنفس الطريقة similarly الماس بالانس هذا كأنما فوليوم بالانس واضح هنا يجي الماس بالانس on the mixing procedure requires rho 2 V2 يعني M2 ماس 2 يساوي لنا rho V1 rho 1 V1 ماس 1 الاولي لسائل الحفر ويا rho water V water الماس مع الماء كتلة الماء اشقد والMB اللي هو كتلة البرايت المضافة. الثيرد إيكويشن كان بي أوبتيند يعني by performing a volume balance on low specific gravity solid يعني المعادلة الثالثة ممكن إنه ننفذها نسوي volume balance يعني معايرة أو ال volume بالانس المعايرة للوزن on low specific gravity solid للمواد الصلبة القليلة الكثافة. The volume of low specific gravity solids can be expressed in terms of the present volume fraction يعني هذا low specific gravity volume ممكن نمثلها بال low specific gravity volume الموجودة اللي هي خلينا نقول FC1 واضح الموجودة أصلا بالدريلينج فلويد and the desired new volume of fraction FC2 واضح يعني هنا احنا دا نشتغل على هذه المواد low specific gravity واضح اللي هي أساسا شنو البنتونايت موجودة بنسبة معينة بالدريلينج فلويد الأصلي واضح نريد نزيد الدنسيتي مال الدريلينج فلويد فراح يصير عندنا فوليوم جديد مال من مال اللو سبيسيفيك جرافيتي فراكشن فعدنا FC1 وFC2 فعدنا الFC2 المعادلة ايش راح تصير عندنا كفوليوم بالانس الFC الفراكشن مال اللو سوليد الجديدة في الV2 الفوليوم الجديد مال الماد تساوي لنا اللو سبيسيفيك جرافيتي الأصلية بالماد والحجم الأصلي من الدريلينج فلويد. Solving these three equations simultaneously يعني هذه
ذنيك السنين اللي قبلها ويا هذه، واضح؟ راح نحصل على المعادلات التالية، انه ال V1 يساوي ان ال V2 في ال FC2 على ال FC1. الحجم الاولي يساوي ان الحجم النهائي في النسبة FC2 على FC1. والفوليوم مال ووتر ايش قد حجم الماء؟ هذه المعادلة مال رو بي ماينص رو 2 في 2 ماينص رو بي ماينص رو 1 في 1 على رو بي ماينص رو دبليو. والمعادلة الثالثة الام بي نسبة البرايت او كمية البرايت تساوي ان في 2 ماينص في 1 ماينص الفي ووتر في الرو بي. لان المعادلات الثلاثة هي ينطبق عليها شنو؟ الفقرة 2 من عملية شنو؟ تقليل التكلفة مال الدريلينج فلويد، بتقليل شنو؟ باستخدام اللو سبيسيف جرافيتي سوليد ات مينيمم والمينيمم كونسنتريشن بيها. مثال على هذا الحكي مالتنا يقول after cementing بعد عملية تسميك causing الكيسينج in the well، هاي مو causing casing، الكيسينج in the well تسميك شنو للكيسينج. It is desirable to increase the density of the 9.5 pound mass per gallon mud to 14 pound mass per gallon before resuming drilling operation. إذن احنا بعد عملية تسميت للكيسينج واضح وصلنا فد عمق معين كان يكون مثلا 3000 بالبئر، واضح، ونزلنا الكيسينج لان صارتنا مشكلة بعد ما نقدر نستمر بالحفر، فننزل الكيسينج عادة ونسمته يعني نخلي سمن. عملية تسميت اخذتوها العام، واضح، لازم نزيد المود دنسيتي من 9.5 الى 14 قبل عملية اعادة الحفر او شنو resuming drilling operation. It is desirable to reduce the volume of fraction. انتو بعدكم المرحلة الثالثة ما ماخذيها صحيح، هو حتى شنو نسمت نخلي سمنت بين جدار البئر و الكيسينج بايبس حتى نضمن انه ما يصير عندنا مشاكل ونثبت هذا الكيسينج، لان هذا الكيسينج راح يبقى طول العمر ويا الوان. فاذا it is also is designed to reduce the volume of fraction of low specific gravity، نقلل هذا الحجم مال low specific gravity solid from 0.05 to 0.03. واضح شلون نقلل حجمه؟ by dilution with water. يعني هنا هو low specific gravity هو عبارة عن البنتونايت، واضح، كمية البنتونايت نقللها عن طريق الديليوشن، فتقل من 0.05 كنسبة فراكشن الى 0.03. the present mud volume is 1000 برل، نفترض انه المد الموجود حاليا هو 1000 برل. But a final mud volume of 800 برل is considered adequate. ما قلنا بالفقرة الأولى انه ممكن نقلل حجم الدريلينج فلويد as possible، واضح؟ فاحنا كان حجم الدريلينج فلويد قبل عملية التسميد هي 1000 برل، فمن سوينا عملية تسميته هذه ونزلنا السوليد كونتنت مالتنا من 0.05 إلى 0.03، فأوردي الحجم النهائي قل إلى 800 برل. is considered adequate، مناسب يعتبر. compute the amount of original mud. هو طبعا أيضا أكو فشيخ أقولكم يا طبيعي، من ننزل الكيسينج عندنا قطر معين للبير وننزل الكيسينج بقطر طبعا اصغر من عنده، من نبدي نحفر نستمر بعملية الحفر
راح قطعا لازم احنا شنو نقلل من قطر البير، نقلل من قطر البير. اذا من ان نقلل من قطر البير بعد مباشرة عملية الحفر اوريدي حجم الدريلينج فلويد المطلوب يصير اقل، فمو كان الف يصير عندنا 800. اذا احنا رايحين بالسيف سايد المناسب بتقليل تكلفة سائل الحفر. Compute the amount of original mud that should be discarded. قد نطرح من هذا الالف باوند حتى نشوف نسوي discarded and the amount of water and ABI per IH should be added. يعني عندنا الفوليوم الاولي بوي واحد الف، الفوليوم 2 2 قللنا، اذا لازم عندنا جزء من الدرينج فلويد نسوي له ديسكاردد نطرحه باحواض الحفظ ريزيربت مال الماء، ويريد شكد كمية الماء وشكد كمية الاي بي اي البرايد. نبدأ بالمعادلة 21 اللي هي ال V1 يساوينا ال V2 في ال FC2 على ال FC1. إذن هو 800 ال V2 0.03 ال solid content الجديدة low specific gravity والقديمة 0.05 يطلع جد 480 بارل. إذن 520 بارل of initial الألف barrel should be discarded before adding any water or barium sulfate. يعني البرايت using equation 22. يعني معناه احنا ال V1 الاصلي هو طلع شقد 480، هو شقد كان الف، اذا معناه راح نطرح 520 barrel، هذا نوديه لاحواض الخزن مال المد، لانه المد الجديد حجمه شقد 800 بإضافة المواد الصلبة البرايت وإضافة المي راح يصير عندنا 800 الحجم، واضح؟ يعني يصير من 480 يصير 800. يريد شقد الفوليوم مال ووتر نيدد حتى نحقق هذا؟ الروبي بالقانون الثاني 35 ناقص 14 الرو 2 في ال V2 800 ناقص 35 ناقص 9.5 الرو 1 في 480 منو ال V1 واضح على 35 ناقص الرو ووتر يطلع 171 بارل، هذا حجم الماء المطلوب. حجم الماء المطلوب استخدم المعادلة 23 the mass of the API barite needed is given by ال MB يساوي 800 ناقص ال 480 يعني هذا الحجم النهائي V2 ناقص ال V1 الحجم الأولي 480 ناقص ال V water 171 في 42 في 35 يطلع 219,000 باوند ماس، يعني نحتاج الى 2190 كيس. ماشي، فهسه لو نجي حجم البرايت كحجم ناخذه، واضح معروف يصير شي يصير عندك هو هذا حجم البرايت 800 ناقص ال 480 ناقص ال 171 يطلع شقد حجم، يعني اذا تجمع 480 و 171 تصير تقريبا 1 15 615. يبقى نطرحه من 800 هو يمثل لنا حجم البراد، بس احنا حجم كبرايت ما نستخدم الحجم، نستخدم الوزن وعدد الاكياس. عدد الاكياس هنا نقسم على 100 يطلع 2190. هذا ال يبين لك انه شلون نقدر نسيطر على
تكلفة اقتصادية نقلل قدر الإمكان زيادة التكلفة مال الدرينج فلويد عن طريق انه تقليل كمية البنتونايت المضافة، واضح؟ فنقلل الحجم وايضا نقلل الشقد اللو سوليد جرافيتي اللي هي البراي. السوليد كنترول فور ويتد مد، هنا هذا مهم الموضوع، شلون نسيطر على كمية المواد الصلبة بالنسبة للويتد مد، المواد المثقلة. The addition of solids إضافة المواد الصلبة for increasing density لزيادة الدنسيتي lowers the amount of inner formation solid، يقللنا عدد أو كمية حجم المواد الصلبة الخاملة that can be tolerated، ممكن يعني شنو ندورها. The ideal composition of ideal composition of a weighted clay water mud is، يعني التركيبة المثالية أو الأساسية للweighted mud هو عبارة عن water و active clay اللي هو البنتونايت وثلاثة والinner weight material اللي هو البرايت، هذين المكونات الأساسية وأيضا الأديتيفز الأخرى حسب المواصفات اللي إحنا نريدها في سؤال حضر. A series arrangement of hydrocyclones and shaker screen is called a mud cleaner. مثل ما شفنا شلون نتخلص من المواد الصلبة عن طريق الهيدروسايكلونز والسكرينز، وهاي تعتبر منظفات mud cleaner حتى نظف للدريلينج فلويد الخارج من البئر بعد عملية الحفر. It is suited best for mud of moderate density below 15 pound mass per gallon. يعني هاي المود كلينر تمطينا تقريبا تستخدم حتى تقلل لنا الدنسيتي الى كمية متوسطة وعدم متوسط تحت ال 15 pound mass. The fine solids that pass through the screen can be handled by dilution and deflocculation. يعني هاي اخذناها عملية الطرق للتخلص من المواد الصلبة، يعني الشيل شيكر والهيدروسايكلونز ممكن تقلل لنا الدنسيتي الى 15، وبعدين الديليوشن والديفلوكولنت اذا نريد نزيد نقلل الدنسيتي الى اقل من 15 مثلا ل 11 ل 12 وهكذا. هنا about 3/4 يعني 3/4 of the bentonite and chemical content of the mud is discarded with the fine solid when centrifuge is used. يعني هنا لعملية السنترفيوج أو جهاز السنترفيوج تقريبا هو يقول لك 3/4 من البنتونايت والمواد الكيميائية المضافة لمعالجة مشاكل الحفر، الفلتريشن، البي اتش، الفيسكوسيتي، الدنسيتي، هاي كلها تروح من الطب. وين الطب؟ بالسنترفيوج. اذا نيو بنتونايت اند كيميكالز ماست بي ادد تو بريفنت ديبليتينج ذا مد، فلازم هذه نعوضها نضيفها، ماشي؟ فنروح على السنترفيوج اناليسيس، تحليل السنترفيوج. هذا centrifuge flow diagram of a centrifuge. هنا عندك mud داخل Q mud، واضح؟ وهنا water عندك داخل ويا من؟ ويا المد، mud in water in، ماشي؟ raw mud معينة و Q mud معينة وعند العفو المد، وهنا Q فلوريت معينة من الواتر والمد دنسيتي مال الواتر، الواتر دنسيتي. الطب وين؟ على السنترفيوج. هاي كأنما احنا هذا جاي دريلينج فلويد خارج من البير وبعدين مررناه على السكرين ومررناه على الهيدروسايكلون واخر شيء جبناه للسنترفيوج حتى نطلع المواد الصلبة الدقيقة. فش راح بالسنترفيوج من راح يدور؟ راح يطلع لنا كيو اوت،
Q out بدنسيتي معينة رو out اللي هو نسموه الأوفر فلو ديسشارج. هذا أوفر فلو يعني من أعلى السنترفيوج يطلع، ومن الأسفل ما السنترفيوج يطلع لنا أيضا المتبقي من الدرينينج فلويد. يجي وين يروح؟ يروح كأندر فلو، واضح؟ إذا من السنترفيوج عندنا أوفر فلو، هذا يطلع لي برا، والداخل من الأندر فلو من أسفل السنترفيوج يطلع لنا وين نروح؟ يروح على الميكسينج بيت. لازم شنو؟ هذا الخارج عندنا مد معين، كيو فلوريت معينة، وفراكشن معينة من السوليد الموجودة به، والووتر أيضا كيو مال ووتر والفراكشن مال ووتر أشقد المواد الصلبة به، وعندنا الكيو البرايت هنا عندنا كيو يو واف يو. كيو اندر يعني هنا كيو اندر فلو، والاف بالاندر فلو شقد الفراكشن مال ووتر او فراكشن مال برايت شقد كنسبة. من يجي للميكسينج بيت واضح لازم شو نضيف؟ احنا نعوض مثل ما قلنا، نعوض ووتر كيو ام 2، نعوض مد جديد، نعوض اي بي اي برايت جديدة، نعوض كلي بنتونايت وايضا اديتيفز اخرى، ها كلها تتعوض وتنخلط ويا هذا الميكسينج بيت حتى يطلع لنا مد اوت نهائي بكمية معينة شقد كيو مالته او الفلوريت مالته والدنسيتي مالته، يعني حتى نرجعه هنا. وهنا طبعا المد اوت يروح لوين؟ لاحواض الطين، وممكن نعيد ضخه ونكمل دورة سائل الحفر. هذا الفلو دايجرام او اسنترفيوج، واضح؟ هنا عندنا المواد الداخلة، هنا الخارج الاندر فلو، وهنا هاي المواد الاتيديفز حتى نحصل على المد الجديد او حسب المواصفات قبل ما دخلنا. هذا الconsider the flow diagram of centrifuge، نخليه للأسبوع القادم. وشكرا لإصغائكم، لأن به معادلات كثيرة واشتقاق وهذا حتى نأخذه بشكل مفصل. شكرا لكم.